مساء الخير على كل الأهلاوية في كل مكان. حلقة نهاية الأسبوع من برنامج السادسة، والحقيقة أحداث كتير قوي مهمة وحلقة مميزة إن شاء الله زي ما عودنا حضراتكم. طبعا بكرة مباراة المقاولين والنادي الأهلي، طبعا مباراة مهمة جدا. أي مباراة للنادي الأهلي الفترة اللي جاية هي استعداد كبير جدا لكأس العالم للأندية، واللي احنا شفنا قرعته طبعا نادي الاتحاد القطري، نادي مهم وليه طبعا سجل إنجازات كبير. يعني بنتكلم على اتأسس بس في 2009 واخد طبعا الدوري القطري 7 مرات، وكمان مباراة بيراميدز اللي هتكون يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله مهمة جدا. استعداد، كل ده استعدادات لكاس العالم للأندية. هنتكلم بالتفصيل يمكن عن نادي الاتحاد القطري، والأرقام هتكون معانا في الحلقة إن شاء الله. وكمان لازم أفكر حضراتكم بمباراة منتخب مصر النهاردة مع مباراة روسيا، مع طبعا فريق روسيا أو منتخب روسيا في كاس العالم لكرة اليد. مباراة مهمة جدا، وزي ما قال يمكن وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي إنه لازم ندعم المنتخب بكل قوتنا، ولو كان إن إحنا مش موجودين في المدرجات ده ما أثر، لازم ندعمه حتى ولو على السوشيال ميديا. وبنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني ضد منتخب روسيا. مساء الخير عليك يا أحمد. مساء الخير يا سارة، ومساء الخير على كل أهلاوية اللي بيتابعونا. طبعا بداية كل التوفيق لرجالتنا النهاردة، ماتش صعب مش سهل، لكن إن شاء الله بإذن الله نجوم منتخب مصر أداها قدود، والعروض اللي اتقدمت يمكن في دور المجموعات تقول إن شاء الله بإذن الله منتخب مصر قادر على تجاوز عقبة النهاردة. كل التوفيق لأبطالنا. ونرجع للأهلي، كلام كتير الحقيقة، ومن أول امبارح ما تم الإعلان عن قرعة كأس العالم للأندية، وناس كتيرة جدا، يعني أنا شايف إنه في توجهين، ناس كتيرة جدا بتفكر في ماتش بايرن ميونخ، وأنا مش مع التفكير ده طبعا إطلاقا. أتمنى إن شاء الله الأهلي يصعد لمقابلة بايرن ميونخ في قبل النهائي، وناس كتيرة جدا بتتكلم على الدحيل اللي الكلام عنه لغاية اللحظة دي مجرد انطباعات. يعني بنسمع انه واحد من الفرق القوية في قطر، بنسمع انه بيضم اسماء من العيار الثقيل. نتائجه طبعا من اول تأسيسه هو نادي كان اسمه الأخوية عند تأسيسه في 2009، وبعد كده اندمج مع نادي الجيش وبقى اسمهم نادي الدحيل في قطر. والحقيقة زي ما قلت عنده كوكبة كبيرة من النجوم، لكن لما نيجي نبص للدحيل بشكل موضوعي او بشكل علمي نلاقي لا، الحقيقه فرص النادي الاهلي كبيره جدا في تخطي مباراه الدحيل ومواجهه بايرن ميونخ بشكل كبير. النهارده هنقرب حضراتكم بالدحيل بالتفصيل، وهنتكلم على مواطن القوه ومواطن الضعف واهم اللعيبه اللي موجودين في الفريق، نقاط القوه، الثغرات اللي ممكن الاهلي يلعب عليها ويستغلها، كل ده هيكون حاضر في حلقة النهاردة. خليني أقول لحضراتكم وأفكركم بسؤال حلقتنا المستمرة معانا إن شاء الله لغاية ماتش بكرة، وسؤال حلقة سارة. طبعا بنقول لحضراتكم دايما مين افضل 3 لعيبه في مباراه النادي الاهلي، والمباراه اللي فاتت طبعا كانت مباراه الاهلي والبنك الاهلي. تقدروا طبعا تشاركونا افضل 3 لعيبه من وجهه نظر حضراتكم في مباراه الاهلي اللي فاتت، وده على صفحاتنا طبعا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستغرام. طيب نروح مع حضراتكم لاهم الاخبار والعناوين، ونبدا بالاهلي يفسخ عقد جيرالدو بالتراضي واللاعب يودع الفريق. موسيماني يحاضر لاعبي الاهلي استعدادا لمواجهه المقاولين. افشا ينتظم في ميران الجماعي للاهلي. اعاده مسحه اكرم توفيق. استون فيلا يحسم مصير تريزيجيه بعد ارتباطه بالرحيل لجلاتا سراي. اليوم مصر تواجه روسيا في مواجهه صعبه بمونديال اليد. مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. ماتش المقاولين بكره يمكن يكون اهم حاجه في المرحله اللي احنا فيها، يمكن لاسباب كتيره جدا، هو اهمها واولها انك انت تستعيد موقعك الطبيعي مره تانيه في صداره الجدول. مهم جدا اقول انه المقاولين رغم ان العروض بتاعته السنه دي، يعني المقاولين السنه اللي فاتت كان عامل سيزون اكتر من رائع ومفنش رابع ومقدم عروض في منتهى القوه، لكن السنه دي يمكن في تراجع في مستوى الفريق بشكل عام، النتائج مش على نفس المستوى، لكن ده معناه او مش معناه ان المباراه سهل، واحنا متفقين ان كل الماتشات اللي بياخدها الاهلي خصوصا ماتش المقاولين ومن بعده بيراميدز قبل ما توصل كاس العالم انديه ماتشين اعتقد في منتهى الصعوبه، واعتقد تجهيز مثالي، يعني فرصتين محترمين جدا قدام الجهاز الفني واللعيبه عشان يجهزوا ويحضروا ان شاء الله لمشوار بقى كاس عالم الانديه. والنهارده هيكون لينا وقفه ان شاء الله مع المشوار، هندي حضراتكم معلومات يمكن لاول مره تعرفوها عن الدحيل، ونحاول نقربكم اكتر من الفرق اللي الاهلي هيواجهها في بدايه انطلاق بطوله كاس عالم الانديه. خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان من ملعب التتش
نعرف اخبار تمرينه الاهلي النهارده. شريف مساء الخير. مساء الخير، تحياتي ليك زميلي احمد وساره ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل يمكن تمرين النادي الاهلي انتهى منذ قليل، ممكن وغادر ايضا فريق النادي الاهلي الى احد الفنادق في التجمع الخامس. طبعا ليله مباراه الاهلي والمقاولون العرب اللي هتكون بكره باذن الله في الخامسه على استاد الاهلي، والسلام يا رب باذن الله يا رب يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. اهم معالم التمرين النهارده، تكلمنا عن الكلام او الشغل اللي اشتغل عليه مستر موسيماني مع الفريق استعدادا لمباراه المقاولين يا شريف. يمكن مستر الاول بيتسو موسيماني اعلن عن 21 لاعب في قائمه فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء، في خط الدفاع سعد سمير وبدر بنون وايمن اشرف وياسر ابراهيم، علي معلول، محمد هاني، بيكهام، السليه، حمدي فتحي، اليو ديانج، قفشه، حسين الشحات، كهربا، طاهر محمد، طاهر، مروان محسن، بواليا، محمد شريف، صلاح، محسن. 21 لاعب يا رب باذن الله يكون موفقين بكره في الحصول على الثلاث نقاط. التمرين كان في الثالثة عصرا بحضور رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسطورة الكابتن محمود الخطيب اللي اتفرج على المران من أول دقيقة لحد آخر دقيقة. يمكن المران بدأ في الثالثة والنصف بعد محاضرة فنية استمرت حوالي نصف ساعة شرح فيها مستر بوتسيماني القوة الكبيرة طبعا لفريق المقاولين العرب ونقاط الضعف الفريق المقاولين العرب في محاضرة فيديو. ويمكن النهارده كان مران خفيف لأن امبارح كان المران قوي جدا، النهارده نزل بالحمل الحمل البدني طبعا حرصا على سلامه اللاعبين. كان في جلسات النهارده كتير جدا ما بين الشناوي ومستر بيتسو موسيماني، كابتن سيد ابو حفيظ وايضا والشناوي، كابتن بيبو اتكلم مع او جلسه مع مدير الكره طبعا الكابتن سيد ومع مستر بيتسو موسيماني. يمكن جلسات كتيره النهارده بيعقدها المدير الفني مع اللاعبين كتيره النهارده. وليد سليمان كان موجود النهارده عشان ينفذ البرنامج العلاجي ليه. يمكن الكل شغال، الكل بيعمل في عمله علشان خاطر مباراة المقاولين العرب. مستر موسيماني حذر من التفكير في كأس العالم للأندية والتركيز فقط في مباراة المقاولون العرب، محدش يتكلم خالص المعسكر غير على مباراة المقاولين العرب، ومحدش يتكلم على أجواء كأس العالم ولا مباريات كأس العالم ولا كمان على مباراة بيراميدز، التركيز ثم التركيز في مباراة المقاولون العرب. يمكن ده كانت أبرز ما جاء في مران اليوم. طب شريف طمني كمان على قفشه امبارح، يمكن كان غادر التمرين باصابه خفيفه بس النهارده كان موجود في التمرين الجماعي. النهارده شارك قفشه وبيعلن جاهزيته لمباراه الغد بكل قوه. امبارح كان في كدمه، فضل الدكتور احمد ابو عبله ان يريح قفشه امبارح، النهارده بيشارك في المران وبيعلن جاهزيته لمباراه الغد. والمناسبه النهارده كان في جلسه طويله ما بين مستر موسيماني والدكتور احمد ابو عبله، اتكلم فيها عن اصابات الفريق لان خلاص تباعا في الفترات المقبله هيبدا يخش بقى كريم ندفد ومن بعده محمد محمود ومن بعده من لاعب محمود متولي. شريف شعبان بنشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اخبار تمرين او استعداد النادي الاهلي النهارده لماتش المقاولين غدا. بنتمنى طبعا لفرقتنا كل التوفيق. الحقيقه يمكن زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، الاهلي بينهي مشوار جيرالدو داكوستا مع الفريق الاول زي ما اعلن طبعا امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، قال انه تم الاتفاق على كل التفاصيل الماليه وانه جيرالدو النهارده مضى على مذكره تسويه حقوق بالتراضي طبعا بين الطرفين. وبعدها على طول يعني يمكن اللاعب كان سلم على زمايله في الفريق، ويمكن كمان كابتن سيد عبد الحفيظ وجه له الشكر. لاعب الحقيقه شفناه يتمتع بامكانيات جيده جدا، مهاري، سريع، لكن اعتقد انها تجربه لم يكتب ليها النجاح بالشكل اللي كانت تتوقعه او تامله جماهير النادي الاهلي. كمان الدكتور احمد ابو عبله طبعا طبيب فريق النادي الاهلي قال ان هيتم اعاده المسحه للاعب اكرم توفيق. طلعت المسحه الاولى سلبيه ولكن لازم يكون في مسحه ثانيه لان الاولى على حسب كلامه لم تكن دقيقه. وكمان اعلن عن سلبيه مسحه كل اللاعبين قبل مباراه المقاولين العرب، واللي دايما بناكد انه مهما كان يعني المقاولين مش متقدم في الدوري ولكن المباراه دي مهمه، مهمه لينا احنا النادي الاهلي، مهم ان احنا نشوف نقاط قوتنا ونشوف ايه اللي المفروض نشتغل عليه قبل كاس العالم للانديه. كويس قوي ان موسيماني بالنسبه له او بيقول للاعيبه انه ما يبقاش في اي كلام على كاس العالم للانديه وان كل مرحله لازم تاخد اهتمامها وان دي مرحله الدوري ومباراه المقاولين العرب هي الهدف دلوقتي، الثلاث نقط اللي المفروض ان شاء الله ناخدهم من مباراه بكره. طيب نروح لنجمنا تريزيجيه، واحنا يمكن قلنا لحضراتكم يعني في الفترة الأخيرة كان في كلام كتير جدا على تريزيجيه اللي قدم موسم أكتر من رائع الموسم الأخير ليه
كان اكتر من رائع وكان ليه فضل ودور كبير جدا مع فرقته استون فيلا. كان في كلام الحقيقه مع بدايه السيزون ده انه في احتمال انه استون فيلا يفكر في التخلي عن خدمات تريزيجيه، خصوصا بعد ما سمعنا برضو عن رغبه فرق كتيره جدا، ويمكن كان اشهر العروض اللي قدمت او اللي سمعنا عن ارتباط اسمها باسم تريزيجيه كان فريق طبعا تركيا جلاتا سراي، طبعا بطل تركيا جلاتا سراي واحد من اكبر الفرق في الدوري التركي اللي اعلن عن اهتمامه بضم تريزيجيه. حقيقه صحيفه دي اثلاتيك قالت انه تريزيجيه مش للبيع، وان هم راضيين جدا عن المستوى اللي بيقدمه خط الهجوم عموما وتريزيجيه بشكل خاص، وانه ما فيش فكره اساسا وردت في الاستغناء عن خدمات تريزيجيه. ويمكن الخبر ده كان مرتبط بشكل كبير برغبه استون فيلا في ان هي تضم الجناح الايمن بروكس، يعني كان في كلام على رغبه استون فيلا انها تدعم خط هجومها ببروكس، لكن الحقيقه هي بتاكد انه ده ما زال في دايره الاهتمام، لكن ده مش معناه ابدا انه هيتم التخلي عن خدمات النجم المصري تريزيجيه. طيب نروح بقى طبعا للمباراه اللي كلنا مستنيينها النهارده، طبعا مباراه منتخب مصر مع منتخب روسيا هتكون الساعه 7 ضمن منافسات كاس العالم لكره اليد. والمنتخب المصري تاهل للدور الرئيسي بعد ما جه في المركز الثاني في مجموعته المجموعه السابعه برصيد 4 نقط بعد السويد طبعا المتصدر برصيد 6 نقط، وروسيا حسمت صداره ترتيب مجموعتها برصيد 5 نقط قدام سلوفينيا ب4 نقط وبيلاروسيا ب3 نقط. مباراة النهاردة مباراة مهمة، هي في الدور الرئيسي طبعا، ومفروض انه في فريقين بس من كل مجموعة في الدور الرئيسي هم اللي بيتأهلوا طبعا للدور اللي بعده. وشايفة ان مباراة النهاردة صعبة ولكن المنتخب المصري قدها، انت ايه رأيك؟ يعني طبعا خدي بالك انت الماتش اللي فات خسرتي، بس خسرتي قدام السويد، والسويد بطل عالم، يعني برضه عشان نحط الامور في نصابها صحيح. والحقيقه كمان ان الرجاله لعبوا ماتش كويس جدا، يعني انا اتفرجت على الماتش لحظه بلحظه طبعا زي كل المصريين اللي تابعوا منتخبهم. انت كنت متقدم تقريبا طول الماتش، يعني لغايه لما حصلت جابه كده، حصل الفتره اللي يمكن كانت 8 دقائق قبل نهايه المباراه، وتصادف انه تم طرد 2 لعيبه او ايقاف، مش هقول طرد، ايقاف لمده 2 دقيقة ل2 لعيبه في نفس الوقت تقريبا. ده خلى السويد تقرب بشكل كبير جدا وتعوض تاخرها عن مع منتخب مصر بهدف او ب2 لتقدم بهدف، وده استمر يمكن للحظات الاخيره. لكن المستوى اللي انا بكلم بشكل عام بقى وبعيدا عن ماتش السويد، انا شايف ان المستوى اللي بيقدمه المنتخب المصري قادر تماما على ان هو يكون بين الكبار، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق رجالتنا النهارده قدام روسيا. طيب نروح للدحيل مع حضراتكم بقى. وانا قلت لحضراتكم بدايه كده خليني اقول، لانه احنا يعني الى حد ما مدركين تماما فكره انه الفلوس بقت عنصر مؤثر جدا في صناعه كره القدم، وانه الفريق اللي بيملك الماده عنده القدره على استقطاب نجوم من عيار الثقيل. يمكن تكون دي او الانطباع ده يكون الانطباع الاول عند الجماهير المصريه فيما يتعلق بفرق الخليج، بتكلم على فرق اللي في الدوري السعودي، في الدوري القطري، في الدوري الاماراتي، بقينا بنشوف نجوم من اوروبا، تشابي نفسه كان بيلعب في السد القطري، وغيرهم من نجوم العالم، النهارده كازورلا نجم الارسنال كان بيلعب في السد القطري، راؤول جونزاليس، كتير يعني من نجوم العالم النهارده بيتجهوا للدوريات الخليجيه. وبالمناسبه خليني اقول لحضراتكم انه الفيفا يمكن كان يعني اصدر الفيفا بيعمل عمليه رصد كده لكم الانفاق من الفرق في على مستوى العالم فيما يتعلق بالصفقات. الفيفا اصدر تقرير بيقول فيه انه نادي دحيل القطري هو اكثر انديه اسيا انفاقا على الصفقات اللي من خلالها بيضم نجوم لصفوفه، وده في عام 2020. يعني احنا بنتكلم على فريق ميزانيته مفتوحه، وبنتكلم الحقيقه على قوة شرائية كبيرة جدا، لكن هل ده معناه انه فريق قوي؟ لا، الحقيقه الموضوع ليه معايير تانية كتير جدا، وانا يمكن النهارده في الحلقه انا وساره هنستعرض مع حضراتكم بعض الارقام اللي تقرب لحضراتكم الى حد كبير جدا فكره او صوره فريق الدحيل. هنرجع طيب للدحيل يا احمد، هنروح بس الاول مع حضراتكم لاستاذ محمد ناجي اللي معانا طبعا عضو اللجنه الاعلاميه لمونديال اليد، نطمن على منتخبنا منتخب مصر قبل مباراه منتخب مصر وروسيا في مونديال اليد. برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا ساره؟ ازيك يا احمد؟ اهلا بيك، اهلا بحضرتك. والحقيقه يمكن خليني قبل ما اتكلم على مشوار المنتخب اتكلم على ردود الافعال على استضافة مصر لكأس العالم اللي بعتقد أنها كانت إيجابية إلى حد كبير، وكان فيه اهتمام كبير جدا
من مش بس الوفود المشاركه ولكن من الصحف العالميه اللي بتغطي الحدث ده على ارض مصر. ده حقيقي يا استاذ احمد، العالم مبهور مش بتنظيم مصر كاستضافه وكملاعب وكتنظيم لحدث كبير زي بطوله العالم للهاندبول، ولكن كمان لقدره مصر على تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه الخاصه بفيروس كورونا. الناس هنا كلهم مبهورين بالتطبيق، يعني تطبيق صارم جدا للاجراءات الاحترازيه، ولكن في مصلحه الجميع. الناس كلها عندها امان، يعني حاسين بانه كان الموضوع صعب جدا وكان الموضوع لا، طب ليه تاخدوا التحدي في التوقيت ده وليه عندكم اصرار على ان انتوا تنظموا بطوله بحجم بطوله عالم وهي اكبر بطوله عالم مشارك فيها 32 دوله؟ طب ليه ما كان ممكن تتاجل؟ كان ممكن نستنى لغايه ما اللقاح يبدا يظهر ونتيجته تبقى فعاله ونقدر ان احنا الامور تكون اكثر ثباتا يعني. ولكن الدوله المصريه والاتحاد الدولي كان عندهم اصرار على ان البطوله تتلعب في توقيتها وفي نفس ميعادها، والحمد لله يعني في اشاده وفي الناس كلها عندها حاله انبهار بالتنظيم وبالحاله الامان اللي موجوده عند كل الناس. كل الناس على فكره يعني ده على ارض الواقع مش كلام احنا بنقوله، عشان خاطر الناس كلها مبهوره بالتنظيم بالاستضافه، كلهم حاسين ان هم مش موجودين في حته بعيد، يعني هم مرتاحين جدا في مصر. الناس بتحاول اقصى حاجه تعمل اقصى مجهود واقصى حاجه عشان نبقى نحسسهم بالراحه والامان. هم مبسوطين جدا بالاجواء وسعداء ان هم موجودين في مصر في ظل التوقيت ده. كمان والدليل على كده ان اتفضلي يا استاذ، الدليل على كده ان هم كل يعني هو الزيارات اللي بتتم وبتحصل في منطقه الاهرامات دي المفروض مش موجوده اصلا عندهم جوه خريطه الزيارات بتاعتهم او جوه خريطه ان هم موجودين في بابل، ولكن ده بي حاجه بتحصل. هم ناس عندهم شغف بان هم يكونوا موجودين في مصر وحابه ان هم يكونوا يزوروا الاهرامات ويزوروا المعالم السياحيه في مصر، وده بيتم طبقا برضه طبقا لتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه، يعني بيكون اكيد كل الامور بيراعى فيها السلامه بتاعه الوفود. والوفود هنا ما بتعنيش المنتخبات كافراد مشاركه او كلعيبه بس، ده كل الوفود المشاركه سواء اعلاميين سواء اطقم طبيه سواء اطقم فنيه سواء لاعبين. فيعني عايز اقول لكم ان الناس هنا كلها مبسوطه وسعيده جدا بالحدث وبالمونديال يعني. الحمد لله. الحمد طب لله. خليني بقى اطمن من حضرتك كده على استعدادات المنتخب المصري للمباراه اللي خلاص يعني اقل من ساعه نشوفه مع منتخب روسيا، مباراه صعبه ولكن المنتخب المصري قدها ان شاء الله. منتخب المباراه النهارده مباراه قويه جدا قدام فريق يعني مش عايز اقول لكم منتخب الروسي ما كانش جاي، منتخب الروسي اصلا اوريدي جاي بدعوه من الاتحاد الدولي ما كانش متاهل بشكل مباشر لبطوله العالم، ولكن المنتخب الروسي فاجئ الجميع بالاداء اللي قدمه في المجموعه. مجموعته كانت مجموعه قويه جدا فيها سلوفينيا بيلاروسيا كوريا، قدر ان هو يتصدر المجموعه. فمنتخب روسيا يعني احنا ما كناش عاملين حسابنا على ان احنا هنقابل وحش من ضمن الوحوش بتاعت اوروبا زمان، يعني منتخب روسيا حامل لقب بطوله العالم في مناسبتين قبل كده في 93 و97، فمنتخب عنده تاريخ وعنده سي في قوي بالنسبه لبطوله العالم، ولكن ما كناش متخيلين ان هو هيكون بنفس الاداء وبنفس المظهر اللي عليه زمان، لانه منتخب روسيا كان فيه تجديدات وفيه تغيير كبير جدا في العناصر وفي الصفوف بتاعته. النهارده مواجهه قويه، اتمنى يعني منتخبنا يكون في يومه، لان احنا خسرنا مباراه السويد على تفاصيل صغيره جدا. مباراه كانت هتفرق معانا تماما في مشوارنا للتاهل لدور الثمانيه، بس لسه الاماني ممكنه يعني لسه طبعا. طبعا. ان شاء الله كلنا ثقه في رجالتنا ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد ناجي عضو اللجنه الاعلاميه للمونديال كرة اليد، وكل توفيق لمنتخبنا. احنا قلنا اللي عايز يوصل لبعيد لازم يبقى جاهز لمواجهة الكبار، يعني بالطبيعي وبالمنطقي ما دمت عايز توصل يعني او طموحك انك توصل مربع ذهبي او توصل نهائي، توقع انك انت هتقابل عمالقة
لعبة كرة اليد على مستوى العالم. نروح بقى للأرقام. أرقام الدحيل، خلينا نقول لحضراتكم كده شوية أرقام أنا وأحمد، ليه علاقة طبعا بمنافس الأهلي الأول في كاس العالم للأندية. ده جدول عن مشوار الدحيل خلال دوري النجوم القطري موسم 2020-2021. لعب 15 مباراة، وطبعا هو دلوقتي في المركز الثاني في جدول الترتيب، وحصل على 38 نقطة بتسع مباريات فاز فيها وخمسة اتهزم فيها وتعادل واحد بس. طيب احنا اتكلمنا على انه اكتر اندية اسيا انفاقا فيما يتعلق بالصفقات، واتكلمنا انه بيضم عدد كبير من النجوم المميزة جدا، لاعبين الاجانب. خليني اقول لحضراتكم من الاحصائية دي اللي بنشوف منها انه بيجي في الترتيب نمرة 2 بعد السد القطري، وان هو بيتميز بخط هجوم قوي جدا، قدر يسجل 26 هدف. احنا بنتكلم على تقريبا 15 مباراة من عمر الدوري، لكن الحقيقة كمان انه الارقام دي بتكشف ضعف خط دفاعه بشكل كبير جدا، وانه الدحيل كفريق بيعاني من ناحية او من في النواحي الدفاعية بشكل كبير جدا، ويعتبر رابع افضل خط دفاع على مستوى الدوري القطري، ودخل مرماه زي ما سجل 26 دخل مرماه 21 هدف، وده يقول لحضراتكم او يدي حضراتكم فكره قد ايه انه دفاعه سهل اختراقه. طيب نروح للمعدل العام لتحليل فريق الدحيل. معدل الاستحواذ عنده هو الحقيقه الفريق سريع جدا، يعني ايقاع الفريق سريع جدا، يمكن ما عندوش القدره انه يستحوذ بشكل كبير بشكل كاسح، يعني مش تيكي تاكا برشلونه او حتى زي ما ممكن نقارنه بنسبه استحواذ النادي الاهلي، لكنه دايما بيستحوذ بنسبه تقريبا متوسط 57% من الوقت، ولكن الحقيقه عنده قدره على ترجمه نسبه الاستحواذ دي لاهداف وفوز. في ماتشات في الدوري السنه دي قدر يحقق فيها سكورات ثقيله جدا، في ماتشات كسبها 8، في ماتشات كسبها 6، في ماتشات كسبها 5، لكن بالنسبه للفريق الدحيل الفعاليه عنده في انهاء الهجمه اكتر بكتير جدا من قدرته على نسبه الاستحواذ. معدل التمريرات ونسبتها بتقريبا متوسط 534 تمريره بنسبه 86%، معدل الاهداف المسجله 2.4، ومعدل الاهداف اللي دخلت مرماه 1.4. نروح بقى لنقاط القوة بالنسبة للاعبين طبعا اللي في نادي الدحيل القطري. بنتكلم على هداف الفريق في الأول طبعا إدمالسون بعشر أهداف، ودودو بعشر أهداف، والمعز 6 أهداف. صانع أهداف الفريق بقى أول واحد طبعا دودو 8 أسست، وبعدين المعز 5، وإدمالسون بـ4، والأكثر تصويبا على المرمى إدواردو 49، إدمالسون 36، والمعز 29. التمريرات عندنا كريم بوضياف يمكن اكثر اللاعبين في نسبه او في عدد التمريرات مع الدقه في التمرير، يعني بيقوم 748 تمريره بنسبه دقه تمريرات سليمه 91%. سلطان حسين في المرتبه الثانيه ب 727 تمريره بنسبه دقه 88%، واحمد ياسر 703 تمريره بنسبه دقه تمرير 86%. بالمناسبه احمد ياسر ده لاعب مصري. كلام طيب. كتير بقى يعني انت كل الهجوم جاي لك او افضل ناس عندهم طبعا في الهجوم عندك إدمالسون وعندك دودو وعندك المعز علي اللي هو بالمناسبه هداف امم اسيا. صحيح، بس هو يمكن مستواه مش بنفس القوه اللي شفناه فيها، يعني انا كنت متوقع على مستوى الارقام وانا مستني الاحصائيات تجي لي ان المعز هيكون رقم واحد، لانه لعيب الحقيقه متميز جدا، لكن يبدو ان هو تراجع الى حد ما في الترتيب من حيث المستوى يعني. والحقيقه الفريق غني بالنجوم، ودول اللي هيكون تفاصيلهم اكتر في الفقره اللي جايه، نقف بالتفصيل ونشوف ايه هي مواطن القوه والضعف في فريق الدحيل، واهم نجومه واهم نقاط ضعفه في السادسه، بس هتكون بعد الفاصل. يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بحضراتكم. إدحيل الفريق القطري اللي يمكن الحقيقه كان موقع او محل بحث بشكل كبير جدا من جماهير النادي الاهلي بمجرد انتهاء قرعه كاس العالم للانديه. خليني بس اقول او اتفق مع حضراتكم في البدايه قبل ما نقرب اكتر من الفريق ونقاط قوته ونقاط ضعفه واهم اللاعبين فيه، نتفق على قاعده واضحه وثابته جدا انه قوه اي فريق تقاس دايما بمستوى وقوه المنافسين. يعني ايه؟ يعني لما اتكلم على فريق الدحيل واجي اقيمه، ما ينفعش اخد انطباعي الاول او حكمي على هذا الفريق من واقع منافسته لفرق الدوري القطري، لانه مع كامل احترام طبعا للدوري القطري لفرق قطر، هي فرق مستواها الى حد كبير جدا ما بتقدمش دوري قوي.
لما اجي اقارن فريق مثلا زي الفرق اللي مع الاهلي في مجموعته في دوري ابطال افريقيا زي سيمبا التنزاني او فيتا كلوب الكونغولي او المريخ السوداني وقارنهم بمستويات الفرق اللي بينافسوهم في الدوري، هجد ان هو فريق متفوق جدا وفريق قوي جدا. لكن لما اجي احطه في مسابقه زي دوري الابطال وسط كبار افريقيا، سان داونز، الرجاء، الاهلي، الزمالك، الترجي، المولوديه، هلاقي انه مش بنفس القوه او مش هيقدر يكون عنده القدره على انه يقدم نفس المستويات. انا بشوف انه ده ينطبق بشكل كبير جدا على فريق اتحاد القطري، على الرغم من قدرته الشرائيه او قوته الشرائيه الكبيره جدا، وعلى الرغم ان هو بيضم كتير من النجوم المتميزه. لكن انا هبتدي مع حضراتكم بمشوار اتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الأخير. الحقيقة يمكن الفريق في دوري المجموعات حل ثالث، يعني مركزه كان الثالث في مجموعة ضمت مجموعة من أربع فرق زي ما حضراتكم شايفين. بيرسيوبوليس ده فريق إيراني تصدر المجموعة، بريسبوليس فريق إيراني تصدر المجموعة برصيد 10 نقاط، بيجي في المركز الثاني في نفس المجموعة فريق التعاون السعودي برصيد 9 نقاط، اما الدحيل القطري فجه في مركز ثالث في المجموعه برصيد 9 نقاط وطبعا ما قدرش يكمل المشوار، والشرق الاماراتي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط. من ردود الافعال اللي رصدناها زي ما كان في مصر ردود افعال على مواجهه الدحيل، كان في برضه في قطر ردود افعال على وقوع الدحيل صاحب الارض والضيافه في مواجهه النادي الاهلي بطل افريقيا. والحقيقه من وجهه نظرهم اكثر الانطباعات كانت بتتكلم على انه القرعه ظلمت الدحيل انها وقعته في طريق النادي الاهلي المصري. بل بالعكس، خليني اقول لحضراتكم انه اولسن هاينداي الفريق اللي هو بطل قاره اسيا، بطل دوري ابطال اسيا، واللي موجود في بطوله كاس العالم للانديه، والمفترض طبعا انه الدحيل لم يتاهل او لم يتقدم في مشوار البطوله دي، هذا الفريق اللي فاز بالبطوله كانوا في قطر يتمنوا مواجهته في كاس العالم للانديه عن انهم يقابلوا النادي الاهلي المصري. بالارقام هنستعرض مع حضراتكم اهم اللاعبين في فريق الدحيل القطري، وخليني اقول لحضراتكم زي ما قلت في البدايه انه اكتر الحاجات اللي بتميز الفريق الدحيل هو خط هجومه. الحقيقه بيضم ثلاث لاعبين على مستوى عالي جدا، هنستعرض مع حضراتكم وهم تقريبا اللي مسجلين معظم اهداف الفريق في المواجهات اللي لعبها في الموسم الحالي. اول بروفايل معانا هيكون لدودو او ادواردو، ولعيب الحقيقه يمكن يكون قصير القامه لكنه جناح ايسر ممتاز، بيمتلك سرعه، بيمتلك مهاره، بيمتلك قدره على المراوغه، بيلعب برقم 77 ومركزه في وسط الملعب، طوله 166 سنتي مش طويل قوي لكن بيتميز بسرعه كبيره جدا، عنده 29 سنه وجنسيته برازيلي، وعدد المباريات اللي خاضها لغايه النهارده 15 مباراه. بروفايل ادواردو او دودو بيقول ان هو سجل 10 اهداف ودي اعلى نسبه سجلها لاعب في فريق الدحيل، وان كان بيشاركوا فيها ادميلسون. صناعه الاهداف 8 اهداف والتصويب على المرمى 9-54. على فكره دودو كان لعب قبل كده وشارك بشكل رسمي مع منتخب البرازيل وشارك معاهم اعتقد في 3 مباريات. التمريرات الصحيحه ونسبتها 563 تمريره بنسبه 81%، المراوغات الصحيحة 104، والثرو باس أو التمريرات البينية 18 تمريرة. ده ادميلسون، والحقيقة ادميلسون بشوفه أنا هو اللاعب رقم 10 في فريق الدحيل، وبشوفه أنه واحد يعني من أخطر وأفضل اللاعبين اللي بتمتلكهم فرقة دحيل القطرية. لاعب وسط ملعب بيتميز بالطول والسرعة في نفس الوقت، ومراوغ على أعلى مستوى، طوله 180 سنتي، عنده 26 سنة، برازيلي الجنسية برضو، لعب 11 مباراة من إجمالي عدد المباريات، وإن كان الحقيقة برضو بيتصدر قائمة هدافي الفريق برصيد 10 أهداف. الأسيست أو صناعة الأهداف قدر يعمل 4 أسيست، عنده قدرة كمان على التصويب على المرمى، 38 تصويبة منهم 20 بين الثلاث خشبات. بالنسبة للتمرير، نسبة التمريرات الصحيحة من 384 تمريرة، نسبة تمريرات صحيحة 78%. مراوغات 62 مراوغة، التمريرات البينية الصحيحة 8 تمريرات، والعرضيات 64 كرة عرضية. المعز، والمعز الحقيقة يمكن كان هداف آسيا، وحضراتكم يمكن يكون أكتر لعيب الجماهير المصرية قربت منه أو تعرفت عليه بشكل كبير جدا، وإن كان الحقيقة المعز اللي شفناه السنة دي يختلف بشكل كبير عن المعز اللي تابعناه السنة اللي فاتت. الحقيقة
معز طبعا بيحمل رقم 19، مركزه مهاجم صريح رقم 9، الطول 180 سنتي والعمر 24 سنة، الجنسية قطري، وعدد المباريات اللي لعبها الموسم ده 15 مباراة. المعز من حيث الأهداف بيحتل المركز الثالث، قدر يسجل 6 أهداف، أما من حيث صناعة الأهداف فجه في المركز الثاني برصيد 5 أسيست أو 5 صناعات هدف. التصويب على المرمى 29 تصويبة، التمريرات أو نسبة التمريرات 228 تمريرة، منهم 77% نسبة الدقة أو الصحة في التمريرات، والقدرة على المراوغات الصحيحة كانت 20 مراوغة. دول أهم 3 لاعبين من ناحية الهجوم. قلت لحضراتكم أن الدحيل كمان بيعاني بشكل كبير من ناحية الدفاعية، ويمكن ده يترجم في عدد الأهداف الكبيرة جدا اللي استقبلتها شباكه، نتكلم على 21 هدف. بروفايل محمد البكري حارس المرمى رقم 1 طبعا، بيلعب في مركز حراسة المرمى، طوله 178 سنتي، العمر 23 سنة، الجنسية قطري، لعب 9 ماتشات ودخل مرمى 15 هدف، قدر ان هو يتصدى ل 29 تصويبة من 44 تصويبة سددت على مرمى، وقدر يخرج في مباراة واحدة فقط بكلين شيت. دول أهم اللاعبين. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة تانية. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الدوري السعودي هيكون لنا معاه وقفه، وخصوصا ان واحد يمكن من اقوى الدوريات في المنطقه واللي بيشهد منافسه عدد كبير جدا من الانديه على البطوله. هيكون معانا الصحفي نعيم الحكيم، الصحفي بجريده عقاد السعوديه. اهلا بك نعيم على شاشه الاهلي. اهلا فيك اخي احمد، امسي عليك وعلى الساده المشاهدين الكرام في جمهوريه مصر العربيه وكل عشاق الرياضه على مستوى الوطن العربي. اهلا بك. يعني الحقيقه قبل ما تتطرق للدوري السعودي، خليني اسالك على فرص الفريقين العربيين اللي بيشاركوا في كاس عالم للانديه، الاهلي المصري والدحيل القطري، ازاي بتشوف فرصهم، خصوصا انه في فريق منهم هيوصل للدور قبل النهائي؟ شوف، للامانه انا ارى انه الدحيل القطري سيبدا بالمستضيف، ثم اختم والختام بالمصري في نادي الاهلي العريق. الدحيل شارك في النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، لم يظهر بالشكل المأمول، غادر من دور المجموعات، أقيم مدربه. حتى على مستوى الدوري القطري لم نرى يعني الدحيل اللي هو بالمستوى المعهود اليوم، السد نرى أفضل منه حالا ووضعا، لذلك فرص النادي الأهلي المصري اللي يعيش يعني الآن يعني استعاد جزء كبير من بريقه بحصوله على دوري ابطال افريقيا، ايضا في مصر الدوري المصري، نتائجه الايجابيه، وجود كوكبه من اللاعبين المميزين في النادي الاهلي، هذا انا ارى انه يرجح كفه النادي الاهلي، مع انه انا ارى دائما اللقاءات الافريقيه الاسيويه الغلبه دائما في كاس العالم للانديه الاسيويه، لا اعلم لماذا، هل جوانب تكتيكيه، لانه انا ارى العناصريا الفارقه ممكن او الانديه الافريقيه متميزه اكثر، ممكن انا ارى انه جوانب المدربين احيانا الانديه الاسيويه تسعى الى استقطاب مدربين افضل واكفى، ممكن تفوق تكتيكي انا ارى اكثر من انه تفوق عناصر، يعني العام الماضي الهلال هزم الترجي المره دي، وعلى هذا المره دي نتمنى افريقيه مصريه حيسترد. افريقيه مصريه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خليني اتكلم معاك على تجارب اللاعبين المصريين، ومنهم الحقيقه يمكن احمد حجازي اللي بشوف انه مقدم موسم متميز جدا مع الاتحاد. التجارب المصريه في الدوري السعودي بشكل عام، سواء كان على مستوى اللاعبين او المدربين، وايه هي اكثر هذه التجارب تميزا من وجهه نظرك؟ شوف، الذاكره مليئه بتجارب مميزه للاعبين المصريين في الدوري السعودي، يعني القائمه تطول، اذا ذكرنا اسلام الشاطر، محمد بركات، حسني عبد ربه، حسام غالي، الان احمد حجازي، محمود كهربا، محمود كهربا، ففي مجموعه كبيره من اللاعبين اللي احترفوا في الدوري السعودي وقدموا عطاءات وكانوا علامات بارزه، بل انهم ساهموا بقياده فرقهم للتتويج بالالقاب والبطولات. فاللاعب المصري يعني اول شيء لاعب موهوب او لاعب مميز، وسرعه انسجامه في الدوري السعودي واضحه، خصوصا في انديه اللي هي انديه غرب المملكه او انديه جده تحديدا الاتحاد والاهلي، نجد انه معظم التجارب الانديه اللاعبين المصريين كانت ناجحه، اسلام الشاطر، محمد بركات يعني، ومحمود كهربا، كلهم حققوا القاب، حتى حسني عبد ربه. نعيم، في الحقيقه احب استغل وجودك معنا في السادسه واسالك على لجنه الكفاءه الماليه في الدوري السعودي، عن اليه عملها، كيفيه عملها، وعن تاثيرها على سوق اللاعبين والانتقالات في السعوديه.
نحن نعلم جميعا انه كان عام 2018 كان نقله نوعيه في تاريخ الكره السعوديه وتاريخ الدوري السعودي عندما صدر القرار التاريخي من سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله بسداد جميع ديون الانديه السعوديه ورفع عدد اللاعبين الاجانب الى 8 حينها ودعم الدوري ماديا ومعنويا. وجدنا انه الاستقطابات كانت في عهد معالي المستشار تركي آل الشيخ كانت مميزه جدا، فبالتالي كان وجود معالي المستشار كان رجل مناسب في المكان المناسب في تلك الحقبه وفي ذلك الزمن. كانت الاستقطابات على اعلى مستويات على مستوى اللاعبين الاجانب وعلى مستوى المدربين، فبالتالي كان نقله نوعيه. طبعا ظلت الحكومه هي الراعيه الرسميه للانديه السعوديه، وراينا العام الماضي الهلال يحقق دوري ابطال اسيا بعد غياب 20 عام، وجدنا المنتخب ايضا مقدم عطاءات جيده في كاس العالم وان كان يعني خروجه من دور مجموعات وان كان يعني، لكن مباراته في الاوروغواي ومصر كانت جيده. راينا ايضا الاتحاد الان يصل الى نهائي البطوله العربيه، فبالتالي القدرات يعني الانديه ارتفعت. لكن ارادت وزاره الرياضة ألا تتكرر مشاكل ما قبل مكرمة ولي العهد وهي تراكم الديون على الأندية. كان في هناك كثير من الأندية تعاني من مشاكل مالية نتاج تراكم الديون، كان نتاج هذه تراكم الديون هذه حينها كان قضايا كثيرة على الفيفا تسيء لسمعة الرياضة السعودية. لذلك رأت وزارة الرياضة أن تستحدث قانون اسمه أو لجنة الكفاءة المالية وشهادة الكفاءة المالية التي تخول الأندية للتسديد. طبعا هذا ما هو نظام للفيفا، هذا نظام داخلي، لكن الفيفا يتيح للاتحادات المحلية أن تستصدر قوانين لحماية الأندية أو تنظيمية، فبالتالي استصدرت هذا القانون الذي ينص على ضرورة أن تسدد الأندية السعودية جميع الرواتب ومقدمات العقود وحتى رواتب العاملين داخل الأندية حتى شهر 10 ميلادي. فبالتالي كان نقلة نوعية جدا على مستوى الرياضة. باختصار شديد جدا وفي 60 ثانيه عشان وقتي، تاثير ده على سوق الانتقالات، تاثير ده على اسعار اللاعبين، وتاثير ده على المنافسه في الدوري السعودي. شوف انا اقول لك اللي منع خمس انديه هي النصر والاتحاد والوحده الباطن ونادي ناسي في نادي خامس منع. انا ارى انه هذا سيحد من الانتقالات الفلكيه. الان في توجه جديد في الانديه السعوديه اخذ اللاعبين في الفتره الحره، يعني لاعب يدخل فتره حره يوقع معه ما يدفع النادي سوى راتب اللاعب او مقدم عقد اللاعب، لا يدفع للنادي الاخر. فهذا اصبح الاستراتيجيه الجديده للانديه السعوديه حتى لا تغرق في مجال الديون. وانا اعتقد ان الانديه السعوديه ستكون انتقالاتها مقننه وفي محلها ولن تشهد هدر مالي. طبعا الفتره الصيفيه كان سيد الانتقالات هو نادي النصر، الان ممنوع لكن لن يتاثر بسبب انه ابرم 12 صفقه في فصل الصيف، وكانت صفقات نوعيه وبعضهم نجوم كبار للمنتخب السعودي. فانا اعتقد انه التاثير بالنسبه للنصر والاتحاد لن يكون كبيرا. نعم حكيم صحفي بجريده عكاظ السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون يا لقاء بعد كاس العالم للانديه، ان شاء الله نحتفل بتاهل النادي الاهلي على الاقل لمواجهه بايرن ميونخ. الحقيقه الكلام على لائحه الكفاءه الماليه كتير، ونتمنى لانه الحقيقه يمكن يكون ليه فوائد متعلقه بمكافحه فساد، بضبط اسعار اللاعبين في سوق الانتقالات، بتحجيم قدره الانديه على الشراء يكون ليها ضوابط بعينها، واعتقد انه ده ملف مفتوح. فاصل، فقراتنا لسه ما انتهتش. نجم النادي الاهلي سابقا كابتن رضا الويشي هيكون ضيف علينا في السادسه، بس بعد فاصل سريع. برحب بحضراتكم مره ثانيه، ومعانا طبعا نجمنا نجم النادي الاهلي السابق كابتن رضا الويشي اللي تميز الحقيقه بمهاراته وبتكوينه الجسدي المختلف وقت طبعا مشاركته مع النادي الاهلي، وكمان كان بيقدم اداء متميز مع اف سي مصر الموسم اللي فات. برحب بيك يا كابتن ومنورني. مرحبا بك، اهلا وسهلا. خلينا بقى هنتكلم عن حاجات كتير ليها علاقه بيك وليها علاقه طبعا بالنادي الاهلي ورؤيتك الفنيه للنادي الاهلي في الفتره الاخيره. خليني ابدا بيها، شايف ازاي النادي الاهلي تحت قياده موسيماني الفتره الاخيره المباريات الاخيره في الدوري المصري؟ لا وطبعا يعني الراجل دلوقتي انا شايف ان هو يعني بيعمل حاجه كويسه جدا بغض النظر عن النتيجه. الناس كلها بتشارك، الناس كتيره كانت بعيده دلوقتي بقت موجوده في الصوره بشكل كويس. يعني حسين الشحات كان بعيد، كهربا كان بعيد، دلوقتي كهربا من احسن لعيبه موجوده في الدوري، عنده روح كبيره دلوقتي بيهاجم ويدافع ازاي، اتطور منه بصراحه.
وغير كده محمد شريف بيأدي بشكل كويس، في لعيبه كتير، اكرم توفيق لما لعب كان كويس. يعني دلوقتي الراجل حط فرقتين موجودين في النادي الاهلي يقدروا يلعبوا في اي وقت وفي اي، يعني اي لاعب يغيب ما فيش فرق بين اللاعب الاساسي والاحتياطي. طب انت يا كابتن واجهت النادي الاهلي مع نادي اف سي مصر الموسم اللي فات، وبرده واجهت العديد من الانديه في الدوري المصري، كنت شايف ايه الفرق؟ انا بتكلم بقى من ناحيه الاداء، من ناحيه الشخصيه، طبعاً الروح. طبعا ماتش النادي الاهلي طبعا كل اللعيبه بتبقى مستنيه ان تلعب ماتش النادي الاهلي، طبعا بيبقى ماتش العمر بالنسبه له، طول السنه بيستنى الماتشين، فده بيبقى بالنسبه له حلم ان بلعب ضد النادي الاهلي، ان ماتش النادي الاهلي نادي كبير، فطبعا بيظهر اقصى ما عنده عشان يقول للناس ان هو، الناس طبعا اكتر من 60 مليون بيتفرجوا على اللعيب، فده طبعا فرصه بالنسبه له ان هو يعرض نفسه، يسوق نفسه كويس بشكل كويس، ده مش هيلاقي احسن من النادي الاهلي يلعب ضده يعني. فدايما بتلاقي الماتشات صعبه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. طيب خلينا نبدا كده من ورا شويه، كان انتقالك للنادي الاهلي اصلا جه ازاي؟ انا كنت بلعب في نادي السكه الحديد وكنت هداف الدرجه، فرحت منتخب مصر الاول مع كابتن حسن شحاته، بعد كده رحت بطوله مع المنتخب الاولمبي اللي هو في سني، انا ما كنتش رحت لسه، فلعبت البطوله دي وخلصت، فكلمني النادي الاهلي، وطبعا ده كان حلم بالنسبه لي كبير ان انا اكون. مين اللي كلمك بقى؟ كواليس كده؟ كلمني الكابتن عادل القيعي وقال لي احنا عايزينك في النادي، وكان بيدربني الكابتن اسامه عربي. فطبعا ما فكرش يعني، الحمد لله ان كلنا اهلاويه في البيت، فكان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا العب في الدرجه الثانيه اروح للنادي الاهلي، فطبعا كانت خطوه كبيره بالنسبه لي. راضي عن كل ما قدمته مع النادي الاهلي؟ وانا ممكن ما لعبتش كتير، بس الحمد لله ان انا مثلا عصرت افضل جيل جه في تاريخ النادي الاهلي، ابو تريكه، متعب، بركات، عماد النحاس، مانو الجوزيه، فطبعا ان انا اتمرن مع الناس دي وانا كان لسه عندي 20 سنه واكيد اتعلمت كتير. طبعا يعني انا استفدت كتير، كان لسه عندي 20 سنه، كنت بلعب مكاني خمس لعيبه كلهم بيلعبوا في منتخب مصر واسامي كبيره، بلال وفلافيو ومتعب واسامه حسني وعبد الحميد حسن. فطبعا بالنسبه لي ان انا اكون منافس للاعيبه دي، فطبعا دي كانت حاجه شرف ليا ان انا اكون حتى موجود في النادي الاهلي. اول ما انضميت للنادي الاهلي لعبت على طول، خدت مباريات على طول، ولا يعني كان في صبر شويه؟ انا لعبت المقاويه ضد بنفيكا الشوط الثاني، ولعبت الحمد لله ماتشات، معظم ماتشات، وشاركت في الدوري وشاركت في بطوله افريقيا، وخدت بطوله افريقيا والدوري، والحمد لله الامور يعني كانت بالنسبه لي كانت كويسه، بس انا كنت مستعجل على اللعب شويه. ما انا ليه بقى بسالك ده؟ لانه يعني الصفقات الجديده اللي جت للنادي الاهلي على طول، مستر موسيماني بيلعب بيدفع باللعيبه على طول في مباريات مهمه، والحقيقه شايفين اداء كبير من كل اللعيبه في النادي الاهلي، فكنت عايز اسالك على قد ايه الضغط النفسي بيكون لما بتلعب باسم فانيله او تي شيرت النادي الاهلي؟ طبعا انت يعني اللعب في النادي الاهلي مختلف عن اللعب في الانديه الثانيه، دايما النادي الاهلي ما بيفكرش غير ان انا اكسب بس. فطبعا طول الوقت انا اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي محطوط تحت ضغط، عايز يكسب، عايز يهاجم على طول، فطبعا محتاج ان هو يبذل مجهود مضاعف عن الفرقه، يعني والتر بوليا في الجونه، يعني الفتره هو شفت له ثلاث ماتشات مع النادي الاهلي، لو في الجونه كان ممكن يجيب خمس ست جوان في اللي هو في إيه الطبيعي. ايه تفسيرك بقى؟ يعني انت شايف ازاي؟ طبعا لعيب مستعجل عايز يجيب، يعني المهاجم نفسه بيبقى مستعجل عايز يجيب جون، طول ما هو مستعجل ممكن ما يجيبش، مش صعب ان هو يجيب جون بسهوله، عايز يجيب جون بسرعه، مستعجل يثبت نفسه ويقول للناس لا انا موجود. انت حاسس ان المشكله عند والتر بواليا مثلا في الاستعجال؟ بس هو مستعجل شويه ان هو عايز يقدم نفسه، اللي هو لعيب كبير، يعني لو مش لعيب كبير النادي الاهلي مش هتعاقد معاه طبعا، في ظل ان كان شريف ما شاء الله كان من هدافين الدوري وماشي بشكل كويس قوي، فهو يعني شريف والسنه اللي فاتت كان ثاني هداف الدوري، فهو مستعجل بس شويه على الـ على الـ على الجون، بس ان شاء الله ايه نصيحتك ليه، او شايف ازاي ممكن يتعامل الفتره اللي جايه؟ مع اول جون ان شاء الله يعني الدنيا هتبقى، بس انا ما كانش نفسي مستر موسيماني يبدأه بسرعه، يعني لعبه في دخله بس واحده واحده في الاجواء، هو اداله بسرعه واستعجل عليه، لان طبعا النادي الاهلي كان محتاج في الحته دي، رايحين كاس العالم للانديه، فبيحتاج برضو ان الناس كلها تخش بشكل كويس والناس كلها تبقى جاهزه، فده بالنسبه له زي ما قلت لحضرتك ان من فتره كبيره، من سنتين ثلاثه احنا ما شفناش النادي الاهلي بالقوه دي، الدكه والاساسي طبعا، فدي طبعا دي اللي كان بيميز النادي الاهلي زمان، جيل ابو تريكه وبركات، ان كانت الدكه عندك دكه جامده جدا، فلو حد غاب من المجموعه الاساسيه ما فيش فرق بين اللي بيلعب على طول، ما فيش مشكله. صح. كنا ممكن ساعات نلاقي مثلا في لعيب ما بيلعبش خالص بيلعب نهائي. فطبعا
طبعا هو خلاص انت في التيم ومشارك والامور كويسه، فطبعا الفرقه كمان كانت ماشيه كويس بتساعد اي حد. انت شايف ان بيفرق جدا انك تصبر على اللاعب او بتفرق من لاعب للاعب؟ ممكن لاعب تدفع بيه من اول ما تجيبه للنادي الاهلي وتلاقيه تمام جدا والثقه عنده عاليه شخصية. جدا شخصيه بقى هنا شخصيه اللاعب شخصيه اللاعب بالنسبه له هو دي اللي بتتحدد، ان يعني بتحدد مستقبله، ان انا ما بروح نادي كبير هتحمل الضغوطات ولا لا، هتحمل كميه يعني طبعا غير الجونه الناس بنشوف الجونه فرقه كويسه وفرقه دلوقتي ماشيه كويس في الدوري، بس طبعا مش النادي الاهلي. بالنسبه للضغط وحجم الجمهور اللي هو مستني انت تقدم ورق اعتمادك بسرعه. طيب وشايف ازاي مستوى الفني الباقي المهاجمين بالنادي الاهلي واحنا بنتكلم بقى على بوادي؟ الفتره دي الناس كلها ماشيه كويس بصراحه، يعني شريف ماشي كويس، بيلعب ماشي كويس، الناس كلها بصراحه بتقدم بشكل كويس، لان انا افضل حاجه موسيماني عاملها الفتره دي ان هو عنده العامل النفسي كويس قوي، فمدخل الناس كلها في الاجواء بشكل كويس. يعني دي اللي مميزه النادي الاهلي ومميزه موسيماني. طب ايه اكتر حاجه افتقدتها في النادي الاهلي بعد رحيلك عنه؟ يعني لقيتها في النادي الاهلي وما لقيتهاش في اي مكان تاني؟ الجمهور. الجمهور طبعا، الجمهور النادي الاهلي ما فيش حد زيه في الدنيا يعني صراحه. يعني جمهور النادي الاهلي انت كلاعب في النادي الاهلي بتروح النادي الاهلي بتروح اي مكان يعني بتتعامل معاملة كبيرة يعني. يعني وجودك في النادي الأهلي يعني حاجة كبيرة ان انت تبقى موجود في النادي. يمكن دايما بقول يا كابتن رضا انه الجمهور يعني دايما بيمثل جمهور النادي الأهلي، عمره ما كان مركز يعني ضغط على اللاعب، دايما دعم، دايما في ظهر اللاعب، قوة النادي الأهلي، قوة النادي الأهلي او قوة دايما التيم في النادي الأهلي الجمهور رقم واحد. طول ما في جمهور النادي الأهلي يكسب اي حد. يعني بجد النادي الاهلي رقم واحد الجمهور، يعني حتى دلوقتي بنحس ان اللعيبه مش زي الاول. يعني الغياب الجماهير عن المدرجات طبعا طبعا حاجه ممله بصراحه. يعني الجمهور في لعبه كره القدم ده حياه كره القدم. ان انت تلعب او تعمل لعبه كويسه وتسمع صوت الجمهور دي بتبقى حاجه كبيره وعظيمه يعني. طب بما انك بقى لعبت طبعا للنادي الاهلي ونادي المقاولين، وبكره في مباراه في الدوري بين الاهلي والمقاولين، شايف المباراه دي فنيا ازاي؟ لا هو دايما مباراه الاهلي والمقاولين طبعا بيبقى مباراه مهمه وكويسه في وجود الكابتن عماد النحاس طبعا ابن النادي الاهلي، فهو مدرب كبير مقدم طفره كبيره. يعني نادي المقاولين اكتر من فتره كبيره كان غايب عن البطولات الافريقيه، السنه دي شارك بس ما توفقش، بس طبعا مشاركته بالنسبه لمصر حاجه كويسه. المباراه صعبه وان شاء الله الاهلي يقدر يعني يحسمها باذن الله. مين المفاتيح اللعب في المباريات الجايه بقى بالنسبه للنادي الاهلي؟ مين اكتر لعيبه انت شايف ان هي عندها ثبات في المستوى كبير قوي في قمه التالق؟ يعني ديانج وحمدي فتحي برده بيأدي بشكل كويس، وكهربا طبعا مميز جدا جدا جدا، من احسن فترات كهربا اللي شفتها في حياتي. على المستوى اللعيب دلوقتي كهربا يعني بيعمل حاجه ما كانش عنده. دلوقتي بيدافع كويس قوي، بيهاجم كويس قوي، واقف على رجله. وعلي معلول طبعا. علي معلول خلاص ما بقاش فيه كلام يتقال. ووليد سليمان برضه. لا وليد سليمان طبعا انا زعلان جدا ان هو مش هيكون في كاس العالم. كبير. اللعيبه الكبيره دي بتبقى ليها اهميه كبيره جدا حتى لو ما بيلعبش. صح. في اوضه اللبس مع اللعيبه، فطبعا الدافع المعنوي للعيب نفسه ان انا وليد سليمان، يعني انا دايما كنت اقول لعب وليد سليمان بينزل لعيب كبير واسم، انت ليه بتزعل انت قاعد احتياطي؟ وليد سليمان كل ماتش بينزل يجيب جون جونين يعمل جون، فطبعا الراجل مخلص بشكل كبير. وانا يعني انا الاصابه زعلتني ان هو كان مش هيبقى موجود في كان نفسي يبقى يشارك في كاس العالم. اكيد كلنا كان نفسنا ده طبعا، بس خليني اسالك دايما في وجهتين نظر في موضوع وليد سليمان ده، انه هو تغييره الاهلي الذهبيه اللي بينزل ويغير شكل الماتش ويجيب جون او جونين، يلعب خمس دقائق يجيب جون، ولا يعني انه صح ان وليد سليمان ينزل من بدايه المباراه؟ دي وجهه نظر فنيه لمستر موسيماني، ولكن احنا برضو بنتكلم حسب حاله اللعيب. حسب حاله اللعيب، يعني احنا في الاول كنا بنشوف ان هو بيدي الكهرباء على فترات. يعني ما كانش بيلعبه على طول. الفتره اللي فاتت دي كهرباء بيشارك من اول لما حس ان هو في اعلى فورمه بالنسبه له، فدلوقتي كهرباء بيشارك بشكل مستمر موجود. فطبعا وبرده حمدي فتحي لما كان موجود السوليه برده كان بيعمل معاه كده. فطبعا هي بتبقى بتاعت المدير الفني وفي نفس الوقت بتاعت اللعيب، اهم حاجه اللعيب يبقى مركز. يعني اللي بيعجبني في وليد ان هو ما بيحسبهاش انا هلعب قد ايه او كم الوقت اللي انا هلعبه، انا هنتج ايه في اللي انا هلعبه. صح. انا ابقى مؤثر ولا مش مؤثر،
ده اهم حاجه، اللاعب يبقى مؤثر وليه دور في الفرقه، مش بعدد الوقت. ممكن العب 90 دقيقه ما بيش ليا دور، ممكن العب 5 دقائق اكسب بطوله. فدي اهم حاجه، اللاعب يبقى قاعد بره مركز، انا هنزل مثلا هعمل ايه في المباراه، او انا انتاجي هفيد الفرقه ولا لا. متهيألي كابتن على ايامك ما كانش فيه قوي السوشيال ميديا زي دلوقتي، والتحفيل اللي بيحصل والانتقادات والاشادات برضو من الناحيه الثانيه ما كانتش زي دلوقتي قوي. فشايف دلوقتي هي يعني قد ايه مأثره وجودها احسن بالشكل ده، فرقه قوي مع اللعيبه على المستوى النفسي بقى ان هي تديهم دافع اكتر، ولا بالعكس ده بتاثر جدا على اللاعب؟ حسب برضو شخصيه اللعيب. انا دلوقتي انا عندي شغل لازم افصل نفسي عن اي حاجه، او انا هدفي ايه؟ ما انا لو انا عايز يعني ايه، انا دلوقتي عايز اخش اعمل اتفرج مثلا على قناه النادي الاهلي، اخش على قناه النادي الاهلي، عايز اخش على مثلا اي اتفرج على فيلم، هتفرج على فيلم. انا احدد انا عايز ايه. انا دلوقتي انا شغال كويس، بشتغل شغلي، ماليش دعوه بحد، ما ركزش مع حد، او دي بتاثر عليك خلاص ما اروحش للمكان للنقطه دي. لو انا مثلا بتاثر من الاعلام ومن الانتقادات ما اروحش للنقطه دي. كل واحد ليه وجهه نظر، ممكن واحد ينتقدني ان هو شايف ان انا كويس، واحد ثاني شايف ان انا كويس. طب وانت كنت بتتاثر؟ لا بالعكس، انا الحمد لله ما يعني اصلا انا الحاجه اللي بحس ان هي ممكن تاثر عليا انا ببعد عنها. بتبعد عنها لان خلاص انا شغلي اهم حاجه، واجتهادي في شغلي وتعبي ربنا بيشوفه، وانا بجتهد على قد ما اقدر ان انا ممكن لازم اقدم احسن حاجه في المكان اللي انا فيه. ولان الناس متعاقده معايا على كده. صح. لكن انا اشغل نفسي بره الملعب بحاجات ممكن تاثر عليا في الملعب، لا. ده مش الاحتراف اللي انت صح. انه لو حد بيتاثر بده انه يبعد تماما اصلا، هو يشوف اي حاجه ممكن تكون. اكيد طبعا، اكيد بالذات لما تكون بتلعب في نادي كبير زي حجم النادي الاهلي، نادي الزمالك، الاسماعيلي، الانديه الجماهيريه، الاتحاد، الانديه الكبيره دي طبعا ناس محبه للكوره، دايما عايزك تكسب ولازم عايزك تبقى في احسن حاجه. طبعا التعادل مع النادي الاهلي تحس ان انت في الايام قامت، يعني ان انا اتعادلت خلاص الناس اتعودت ان انا اكسب. هو النادي الاهلي عودهم ان انا لازم اكسب، او الفرقه الكبيره كده. فخلاص الناس يعني ده دايما كان يقول لنا مستر مانويل جوزيه كده كلمه حلوه قوي، يعني الناس دي جايه عشان تتبسط. جايه تستمتع، اللي نايم في الارض، فانت ابسط حاجه تقدمها له ان انت تكسب. ان انت تفرحه. ومش انت مش هتدي له فلوس، بس هو جاي يستمتع بيك، فقدم احسن حاجه عندك عشان الناس دي تروح مبسوطه. ايه تاني حاجات اتعلمتها من مستر جوزيه ولسه فاكرها؟ ايه اكتر الحاجات لا معاملته النفسيه ازاي ازاي هو قدر يسيطر على ده، كانت اميز حاجه بالنسبه لي. ان هو ازاي 25 لعيب كلهم نجوم منتخب مصر، وكلهم كل واحد فرقه لوحده، ما فيش مشكله حصلت قبل كده، دايما البطولات تخش في 5 بطولات، تاخد ال5 بطولات. فطبعا دي كانت اهم حاجه عنده بره التدريب. الناس ازاي ال 25 لعيب دول كلهم واحد، كلهم روح واحده، يد واحده، اللي بيلعب ما بيلعبش، اهم حاجه المصلحه العامه او النادي الاهلي لازم يفوز بالبطوله. طب موقف معاه ما تنساهوش؟ كنت في يوم يعني زعلان، ان انا كنت طبعا انا كنت صغير ودايما بحب اللعب، وان انا عايز ابقى موجود على طول، فانا كنت في منتخب مصر والسكه وبلعب، فجيت ما لعبتش. كنت زعلان كده في يوم، قال لي ما تستعجلش، انت لسه صغير، انت مش متعب او فلافيو، دول لسه عندهم رصيد عند الناس، جايبين بطولات، فانت لسه صغير ما تستعجلش على الفرصه. وكلمني بصراحه باسلوب كويس، وكان دايما بيشتغل معايا عليا كتير في التدريب. فانا بس انا كنت زي ما قلت لك، انا كنت مستعجل على اللعب شويه، ففضلت اروح المقاولين شويه، ان انا يعني ممكن العب في المقاولين وارجع تاني. اتضايقت انك عملت ده؟ طبعا، بس انا لما رحت المقاولين كنت ممكن ارجع تاني، يعني لان انا خدت تاني هداف الدوري في المقاولين وقدمت موسم كويس. فطبعا بس اللعب في الاهلي غير الضغط العصبي فطبعا دي حاجه كان نفسي ان انا اكمل، بس الحمد لله وقدرنا ما شاء الله يعني في. طب بمناسبه الكلام على المهاجمين، شايف مين افضل 5 مهاجمين في الدوري المصري حاليا؟ في حسام حسن، سموحه، في محمد شريف، والتر بوليا، في مين تاني؟ مش هغششك. مش انا بس يجيب المميزين يعني. فاهمك. يعني اللي هم مثلا ممكن يعني هو في صلاح محسن، بس صلاح يعني نفسي يهتم بنفسه، عنده امكانيات كبيره جدا ولاعيب كبير جدا، نفسي يهتم يعني بنفسه. لما راح سموحه قدم موسم كويس. في احمد ياسر ريان، في شادي حسين بتاع سيراميكا، في ناس كويسه
يعني كتير يعني. طيب مباراة بيراميدز بقى اللي هتكون يوم الثلاث طبعا بين النادي الأهلي وبيراميدز دي هتكون على طول قبل كأس العالم للأندية اللي أكيد هنتكلم عنه يا كابتن، شايف إزاي المباراة دي وشايف إنه مستر موسيماني مفروض يتعامل مع المباراة دي إزاي فنيا؟ لازم المباراة فنيا دي آخر بروفة اللي تروح هتلعب في كأس العالم، لازم تقدم بشكل كويس، اللعيبة لازم تكون مركزة جدا معنويا ونفسيا. طبعا بالنسبة للجمهور مباراة بيراميدز بتبقى مهمة جدا ونفسهم يكسبوا، فطبعا انت لازم تقدم مباراه كويسه، بنفس الوقت ان اللعيبه تروح كاس العالم المعنويات مرتفعه وان شاء الله يقدروا يحسموا المباراه باذن الله. ان شاء الله. شايف قد ايه مؤثر جدا التحكيم في مباريات النادي الاهلي، او ايه تقييمك للتحكيم بشكل عام في الدوري المصري وكمان في مباريات النادي الاهلي اللي فاتت؟ اللي فاتت دي الجون طبعا مليون في المئه جون، بس طبعا احنا بنتكلم على ايمن اشرف. طبعا فطبعا لكن التحكيم عموما اي حد في الدنيا ما بقاش عايز يغلط او يخطا، طبعا في فار دلوقتي حسن برضو الاخطاء شويه، كان في اخطاء كبيره، لكن طبعا اي حكم انا شايف ان اي حد في الدنيا من الحكام ما بقاش عايز يدي لكل حاجه حقه، بس طبعا زي ما اقول لحضرتك ان مباراه الاهلي او الزمالك بيبقى فيه ضغط كبير جدا 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 على الحكام. هو طبعا بيبقى مش عايز يغلط، فهو هطلع بعد المباراه طب انا رايه لغيت هدف حسب ضربه جزاء، كل ده بيبقى واخد من تفكيره وضغط عصب عليه. فطبعا لكن الماتشين اللي فاتوا دول طبعا ضيعوا ابنات من النادي الاهلي، وادي دجله والبنك الاهلي كانوا دلوقتي ممكن يحطونا في مكان تاني، لكن ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يعوض ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. في فرق كتير جدا بتواجه النادي الاهلي بنشوفها في احسن فورم ليها واحسن اداء ليها، وبعدها بمباراه واثنين وثلاثه نشوفهم مع فرق تانية تبقى مستوى تاني. قلت لحضرتك انا كلاعب لو ما بلعبش في النادي الاهلي بستنى مباراه النادي الاهلي، صح، بفضل محضر نفسي ذهنيا ونفسيا خلاص لما العب مباراه الاهلي وابقى في قمه مستوايا بحس ان انا ممكن ماتشين ثلاثه خلاص انا خدت من يعني من الشو او الاعلام اتكلم عليا او انا النهارده عملت مباراه كويسه خلاص بيبدا المستوى يريح شويه، لكن طبعا كل الناس بتبقى مستنيه مباراه النادي الاهلي يقدم افضل حاجه زي ما قلت لحضرتك. ازاي بيكون التحضير ليها مختلف عن اي مباراه ثانيه؟ هو اللعيب مش محتاج حد يقول له ركز في مباراه الاهلي او الزمالك او المباراه الكبيره عموما يعني. هو اللعيب بيبقى مركز ان هو يبذل اقصى حاجه عنده في المباراه دي، ان هو زي ما قلت لحضرتك ان انا بلعب النادي الاهلي انا متشاف غير ما بلعب مثلا انا ودجله اف سي مصر ومثلا ودجله برضو او المشاهدين مش هتفرجوا على الماتش ده قد ما هتفرج على اف سي مصر مثلا والاهلي. طبعا الشو الاعلامي بالنسبه له بيبقى مهم جدا وعايز يعمل حاجه كويسه، عايز يثبت نفسه يعني لما تتالق في ماتش الاهلي او تجيب جون دي حاجه بتبقى بالنسبه لك يعني مباراه شهره طبعا. فاللاعب بيبذل اقصى حاجه عنده، حتى المدرب بيبقى مركز جدا وعايز يحط افضل عناصر عنده، يعني كابتن يوسف كان ممكن يجيب الجون الثاني يلعب معاه في خلاص، هو برده كحقه مشروع ابن من ابناء النادي الاهلي بس حقه مشروع ان هو مدرب طبعًا. عايز طبعا نقطه بالنسبه له ان انا تعادلت مع النادي الاهلي نقطه تاريخيه، فطبعا دي حاجه بالنسبه له معنويا كهو كمدرب زي ما اللعيبه بتبذل اقصى حاجه المدرب بيبقى عايز يبذل اقصى حاجه. طيب وايه الحلول اللي من وجهه نظرك بتكون المفروض تكون موجوده في مباراه زي دي، انه الفريق اللي قدامك مقفل كويس قوي وحاطط لك كل اللعيبه في ال 18؟ ممكن التصويب، كره عرضيه يعني ده اهم حاجه اللعيبه، او العب بسرعه مش يعني احنا الماتش الحلول الفرديه الماتش اللي فات ده كنا بنحضر كتير قوي في بتاخد وقت او كبير جدا في نص الملعب. رغم خلاص انا اللعيبه كلها لو ما بتهاجم بترجع خلاص فرقه البنك كلها بترجع ورا الكوره، فطبعا بيبقى الامور صعبه. ورغم كده كان ممكن نجيب جون واثنين وثلاثه في المباراه. طب انا سالتك على افضل المهاجمين في الدوري المصري، بس عايز اعرف انت لما بتتفرج على كوره كده بتستمتع مين افضل مهاجمين في العالم بتحب تشوفهم يعني؟ طبعا رونالدو وصلاح، في ابراموفيتش دلوقتي رغم ان عنده 39 سنه بيعمل حاجه كويسه، في ايكاردي، في ناس كتيره بس يعني من دول اللي يعتبر بحبهم جدا يعني. انت قلت رونالدو ما قلتش ميسي. لا ما هو ميسي ده مش هينفع اقارنه بحد. وما قلتش ليفاندوفسكي. لا طبعا ده لو في كان احسن لاعب في العالم كان خدها، كان يستحقها الصراحه.
هو خد كل حاجه، خد هو ليفاندوفسكي الموسم ده او اللي فات ده مسيطر. لا هو مسيطر هو في كل الجوائز، هو لعيب كبير، مهاجم كبير جدا وشخصيه كبيره. دي ده اللعيب اللي بقول لحضرتك عليه، ده كان في بروسيا دورتموند، راح بايرن ميونخ، فبيطور من نفسه دايما ودايما شاف ان هو. يعني انت ما قلتش ميسي عشان ان هو ما بيتقارنش بحد، مش عشان انت ما بتحبوش. لا لا انا ميسي ده موهبه ربانيه. اه حتى بتكلم عن الناس اللي هي طورت نفسها، اجتهدت وطورت يعني نفسها. ده موهبه ربانيه ان هو عنده الموهبه. طب مين مثلك الاعلى محليا وعالميا؟ محليا حسام حسن. تمام. عالميا مش هينفع اقول رونالدو، يعني رونالدو بس انا ليه؟ بحب انا رونالدو بس بحبه على، يعني انا حاطه مثلا بالنسبه لي كلاعب يعني 12 سنه بينافس نافس كل الناس. يعني نافس ميسي ونافس رونالدينو ونافس ناس كتيره جدا، وهو لسه بعطائه ودلوقتي هداف الدوري الايطالي. فلعيب ما بيطور من نفسه، انا بحب النوعيات دي جدا يعني. اللعيب اللي دايما بيشتغل على نفسه وبيبقى عايز. اكيد شايف ازاي اللي صلاح بيقدمه مع ليفربول بقى؟ لا صلاح لعب معايا في المقاولين. اه صلاح ما شاء الله دلوقتي من لو جينا من احسن 3 4 لعيبه في العالم، هو رقم واحد. فطبعا صلاح لعيب كبير وادانا طبعا امل للعيبه كلها. اتمنى ان اللعيبه كلها تمشي. طب كابتن رضا ما ترجعني شويه كده عن كواليسكم، انتوا مع بعض في المقاولين انت وكابتن محمد صلاح. انا محمد لعب معاه سنتين، سنه لعب ماتش وبالسنه الثانيه لعب يعتبر لعبه كلها. اه هو محمد ما شاء الله كان وكده كده عنده الامكانيات. فطبعا لما راح مع ناس يطوروا الامكانيات بتاعته دي بقى محمد صلاح. وفي زي محمد صلاح ناس كتير جدا، بس العقليه اللي بتختلف. كانت عقليته ازاي وهو بيتعامل؟ هو دايما ملتزم، هو دايما بيجتهد في شغله، ودايما هو عارف هو عايز ايه. كان باين قوي الطموح عليه ان هو باصص حته ثانيه خالص. محمد لما لعب معانا كان عنده 16 سنه. يعتبر مثلا من اصغر اللعيبه اللي لعبت في تاريخ الدوري المصري. يعني الكابتن محمد رضوان اول واحد لعبه في معانا في الدرجه الاولى. هو والنني الاثنين يعني بداوا مع بعض. لكن هو زي ما قلت لحضرتك اللعيب هو اللي بيبقى بيحدد انا عايز اروح فيه. هو اللي لما جات له الفرصه ان هو يبقى في مكان كويس حافظ عليها وطور من نفسه اكتر، ودلوقتي بقى من احسن 3 لعيبه في العالم. بس باين من بدري، كان باين من بدري انه اللاعب ده امكانيات عاليه جدا، مهارات عاليه جدا، يعني ليه مستقبل عالمي. انا مش هنقول مستقبل عالمي لان في ناس كتيره كان لها مستقبل عالمي. ايوه ما انا ده اللي انا عايزك تقوله. بس انا لما انا رحت ولقيت الامكانيات ولقيت ان ربنا سبحانه وتعالى موفقني، انا حافظت عليها. بالظبط. يعني انا مثلا يعني عمرو زكي انا من اكتر ناس بحبها جدا في حياتي، يعني هو برده من المنصوره زيي. ايوه كابتن عمرو زكي لما راح الدوري الانجليزي جاب 10 تجوان كان الدنيا كلها بتكلم. رجع لنادي الزمالك تاني. رغم ان كان في بايرن ميونخ قدامي، يعني الكابتن محمد عظيمه مدرب النادي الاهلي كان جايب له بايرن ميونخ. بس اللعيب زي ما قلت لحضرتك كده ايه، انا اللي بحدد مصيري، ممكن حياتي تتغير ولا لا. فهي الفكره كلها في العقليه يا كابتن رضا صح؟ طبعا انا واحد زي المحمدي الناس مش حاسه بيه. رغم ان هو دلوقتي مثلا بيلعب في الدوري الانجليزي اكتر من. طب ليه؟ ليه بتفسر ده بايه؟ هو الراجل مجتهد وراجل عارف هو عايز ايه، شغال في صمت، ما بي زي ما اقول لك ده مش اللي هو يعني الاعلام دوشه او هو مركز، هو مركز عارف هو عايز ايه. زي تريزيجيه. تريزيجيه نفس يعني انا شايف ان تريزيجيه عنده مقومات لعيب كبير جدا جدا جدا، بس محتاج اللي يطوره. محتاج يلعب فرقه تساعده اكتر. يعني ده لو اتحط في فرقه تساعده هنشوف صلاح تاني يعني. فممكن نقول انه في برضه عامل التوفيق اكيد برضه بيفرق مع اللاعب، وغير الاجتهاد والتركيز. عامل التوفيق ما بيجيش غير اللي بيجتهد. غير اللي بيجتهد صح. انا النهارده لما صلاح نفسه قال الكلمه دي قبل كده، قال الحظ ما بيجيش غير اللي بيجتهد. ما هو انا النهارده لما افشل، لما انا طول ما انا بشتغل ممكن افشل، او انا مثلا انا النهارده مثلا بلعب على الجون ممكن ما توفقش، بس طول ما انا بحاول وبجتهد وببذل اقصى حاجه عندي بيبقى عندي يقين ان انا ممكن يعني ايه زي قفشه مثلا. قفشه جاله 3-4 ماتشات قبل فايلر، يعني مش حاسه الصراحه يعني ما كانش، لكن لما جاء موسيماني لعبه في مكانه اداله ثقه. 3-4 ماتشات الاخرانيين قفشه هو اللي بيكسب النادي الاهلي. القضيه ممكن. طبعا. فهي اللعيب بيختلف نفسيا بس. طب قول لي بس وقت القضيه ممكن دي عملت ايه؟ مش عايز اقول لك انا عملت ايه. لا انا عايز اعرف انت عملت ايه.
خبطت في كله مش قادر طرت فوق. طبعا طبعا انا كان نفسي ان احنا نكسب، وكان نفسي ان احنا ناخد البطوله دي طبعا من نادي الزمالك كمان، يعني بطولتين طبعا، فدي كانت بطوله كانت غايبه سنتين ثلاثه، انت بتوصل للنهائي والحظ مش متوافق، لكن الحمد لله ربنا ادالك وعلى غريمك التقليدي يعني كمان، يعني بادالك حاجه كويسه يعني رغم انت خسرت نهائيين، بس بعد كده ربنا ادالك في مكان في فرحه كويسه يعني. قبل ما اروح معاك لكاس العالم للانديه، فاكر اي مواقف بينك وبين صلاح او النني وقت المقاولين الايام الحلوه دي القديمه؟ لا يعني النني مثلا ممكن كانوا عايزين يلغوا السن بتاعه، يلغوا السن كان الكابتن محمد عامر قلت له لا مش هينفع، ده لعيب كويس وكان لسه يعني كورته كويسه والحمد لله ربنا وفقه وبقى ده برضو من الناس اللي بحبها جدا، اشتغل في صمت ما بتاثرش بحد، هو عارف هو بيعمل رغم ان هو الناس كتير انتقدته بشكل جامد جدا، لكن هو ما دي بقى العقليه اللي يعني صح. هو طبعا هو راح اتعامل مع عقليات كبيره جدا مش زينا، يعني احنا برضو احنا بطبيعتنا عندنا الحته العاطفيه عاطفيين وبيفرق معانا الناس بتقول علينا ايه، بره الناس عمليه اكتر، بره انت بتشتغل بتاخد حقك، هتشتغل اكتر تاخد اكتر، تشتغل اكتر هتاخد اكتر، مش مثبتينك على خلاص انا النهارده، لا زي صلاح كده وصلاح كل ما بيبقى تتكلم تسمع ريال مدريد وتسمع برشلونه وتسمع، انا اللي بخلي الناس هي تدور عليا. شايف انه صح ان هو يروح اصلا نادي تاني ريال مدريد برشلونه غيره ولا دي بتاعته هو؟ انا مش انت مثلا لما بتيجي تبص على اللاعب ده، لا ده هو لعيب ممكن يجي عليه في وقت يبقى متشبع من المكان، فاهمك، محتاج دوافع جديده ومكان جديد يبدا يجدد دوافعه فيه، فطبعا دي بتبدا صح. حسب برضو رغبه اللاعب. طيب نروح بقى لقرات كاس العالم للانديه، شفتها ازاي؟ طبعا انت عارف انه النادي الاهلي هيواجه نادي الاتحاد القطري، وطبعا لو قدرنا ان احنا نفوز ان شاء الله بايرن ميونخ، وكنا لسه بنتكلم على ليفاندوفسكي بقى، فانت الضحكه دي وراها حاجات يا كابتن. لا هي عشان نبقى واقعيين، الناس اللي بره دولت طبعا زي ما قلت لحضرتك صلاح لما لعب مع الناس دي ولقى امكانيات، احنا عندنا قد الامكانيات اللي بره دي بمراحل، بدليل انت يعني طبعا انت اقوى دوري في افريقيا الدوري المصري، يعني بلعب الفرق الافريقيه بيعملوا حساب لنادي الزمالك نادي الاهلي نادي الانديه دي كلها، لكن ليه بقى احنا بيجي له عقد احتراف يمشي من بدري يتعلم من الناس دي، فعشان كده على مستوى المنتخبات بيبقى اقوى مننا بكتير المنتخبات الافريقيه، لكن على مستوى الانديه احنا اقوى منه عشان احنا بنسيب اللعيبه. ناخدها مباراه الدحيل القطري، انت عندك معلومات عن دحيل؟ هو عنده خط هجوم قوي الحقيقه، الثلاثه اللي قدام كويسين جدا في بس خط الظهر مش قد كده، الحمد لله احنا يعني دفاعيا هو الرابع في الدوري القطري. بدري بانونس من الصفقه المهمه جدا طبعاً. من اهم صفقه من 10 سنين النادي الاهلي جيب، انت كنا محتاجين لعيب في المكان ده يعرف يبدا كوره، يبدا يطلع الكوره من تحت كويسه، فطبعا انا شايفه ان هو من احسن الصفقات اللي جت نادي الاهلي، بنبقى مطمنين وهو واقف في خط هي الدفاع. مش يعني الطمانينه مش ان هو لا انا يعني انا شايف النادي الاهلي بيبقى محتاج لعيب زي ده، يعني ده حاسس انه ابراهيم سعيد، يعني ابراهيم سعيد اول ما طلع مع النادي الاهلي بيبدا كوره عنده شخصيه البطل، هو فعلا ده اهم حاجه ان هو عنده شخصيه ده من اول يوم جه لعب وخد بطوله، ده اللي بقول لحضرتك انها بتفرق من لعيب للعيب. ايوه بس هو كان لانه فعلا كان عنده ثقه كبيره قوي اول ما نزل مباراه الكاس، كابتن نادي الرجاء، يعني انت برضو ده نادي كبير جدا وبيلعب بطولات ولاعب نهائي، فطبعا عنده الشخصيه شخصيه القائد، فمش متاثر بالاجواء يعني، وغير كده جمهور الرجاء جمهور كبير جدا، فهو عنده خلاص يعني بطبيعته ان انا عندي شخصيه القياده وعندي شخصيه ان انا ما فيش عندي ضغوطات والكلام ده، فعشان كده دخل مع النادي الاهلي بسرعه جدا. طيب الدحيل بقى كنا بنتكلم على هجومه ودفاعه، فالمباراه فنيا يعني من ساعه تقريبا ما تم الاعلان عن القرعه يا كابتن السوشيال ميديا ما بتتكلمش غير عليها، وصفحات الاهلي وانه احنا طب هنكسب هنخسر هنتعادل، واحنا كنا بالزبط. من الناس يعني الناس كلها بتبقى مستنيه النادي الاهلي يلعب في محفل كبير زي ده، فطبعا انت شايف المباراه ازاي بكل واقعيه؟ المباراه متكافئه يعني المباراه متكافئه يعني شايفها متكافئه، بس النادي الاهلي ممكن يبقى عنده الافضليه
زي ما قلت لحضرتك ان هو عنده البدائل كويسه جدا. ودي بقى بتبقى متوقفه على المدير الفني ان انا اختار مين العناصر اللي ممكن ابدا بيها او ممكن انزلها. بس النحيل الحقيقه عمل تدعيمات قويه جدا لكاس العالم للانديه بالتحديد. ما هي دي الامكانيات الماديه اللي بتفرق مع الانديه. في قطر طبعا ملاعب واجواء. فان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو ان شاء الله يتخطى الدحيل ان شاء الله باذن الله باذن الله يعمل مباراه. اتمنى ان شاء الله نكسب بايرن ميونخ ان شاء الله. طب انت اه شايف بقى مباراه بايرن ازاي؟ لا طبعا انا قلت لك الفروقات الفنيه والتكتيكيه والخططيه في الملعب هي اللي هتفرق في المباراه دي. انا ممكن اكسب المباراه. يعني لو لعبنا ازاي نكسب المباراه؟ احنا بنحلم اهو يا كابتن بنتخيل. لا لو لعبنا دي مش انا المدير الفني. يعني لا ما حسب اللعيبه يعني. اللعيبه اللي موجوده مين اللي هيتطبق لي مثلا عايز العب دلوقتي مثلا انا دلوقتي هقابل منين؟ من هبدا من على الدايره هقابل من تحت كلنا نرجع ورا الكوره هلعب هجمه مرتده مش هنروح نهاجم يعني. لا مش طبعا مش هينفع نهاجم من نلعب جيم مفتوح مع فرق زي دي. عايز اقول لك برشلونه والناس دي ما بتلعبش جيم مفتوح. جماهير الاهلي كلها قاعده بتحط خطه الماتش انت مش قادر تفهم يعني. الجماهير الاهلي كلها قاعده بتحط احنا هنلعب بمين وهنهاجم ولا كله وطبعا شويه واخدينها بهزار وشويه. لا المباراه خلي بالك حتى في اوروبا دلوقتي الناس كلها بتلعب في 40 50 متر يعني الناس كلها ما بتفقد الكوره بترجع ورا الكوره. اكبر فرقه احنا لو النادي الاهلي في المباراه ان شاء الله ربنا يوفقه ولعب بايرن ميونخ انت لو لعبنا وهاجمنا هتلاقي كل اللعيبه بتاعت بايرن خلاص هو سيستم والناس ماشيه عليه. وده كوره الناس بتطبق فكر المدرب. شايف غياب وليد سليمان هيكون مؤثر؟ اه طبعا. يعني لعيب كبير طبعا عنده خبرات يعني خبرات كبيره زي ما قلت لحضرتك مش شرط ان انا كمان العب. دوره مجرد ان انا برده في ناس بتتخض من الاجواء. يعني ناس في ناس بتتخط بجد يعني مثلا ممكن لما تلعب 100,000 متفرج غير ما انت دلوقتي ما بتلعبش اصلا ما فيش 5-10 بيتفرجوا عليك. في لاعب ممكن يبقى بالنسبه له لاعب كوره يا كابتن اسهل له ان ما يبقاش في مدرجات جماهير في المدرجات. في ناس طبعا بتحب كده. ده اسهل لها بالذات الجيل ده. والله ما هو الجيل ده اتعود ان هو يلعب من غير جمهور. لما تيجي تحطيه مع جمهور وضغط ممكن ان بس دايما لما بنتكلم مع اللعيبه بيبقى بالعكس نفسها ان الجماهير ترجع. اكيد طبعا هو اللعبه اصلا من غير جمهور ما يعني بتحس انت بتسمع صوتك وانت بتتكلم يعني واحد يكلم واحد في الملعب انا بسمع مثلا ممكن اسمع الناس كلها. طبعا الجمهور صوته طب زي بطوله افريقيا الكبار احنا خسرنا فيها وطلعنا من الدور الاول. عكس بطوله الاولمبي المنتخب الاولمبي الجمهور فرق هنا صح والجمهور كان عامل هنا ضغط على المنتخب. رغم ان دول كبار الناس لعبت دوليا لكن طبعا اللاعب الاولمبي ده كان نفسه بقى يشوف الجمهور ويشوف الناس دي فطبعا كان بيطلع افضل حاجه عنده. فعشان كده كان اتاثر بوجود الجمهور للحاجه يعني عنده حافز ان هو عكس اللعيبه المنتخب الاول. ايه اكتر المباريات اللي فاكرها الجمهور فيها كان عظيم يعني لا يصدق يعني جمهور الاهلي؟ المباريات كلها يعني طبعا مباراه كده هزوا الملعب الصفاقس طبعا. ده من اعظم الماتشات اللي الواحد كان مبسوط بيها ان احنا خدنا البطوله دي وجون في وقت صعب جدا وفرحه هستيريه فطبعا ده كانت حاجه بالنسبه لي. كواليس المباراه دي كانت صعبه عليكم يا كابتن؟ طبعا يعني انت ما متعادل وعايز تكسب هناك والدنيا صعبه وربنا سبحانه وتعالى يكرمك بجون في وقت زي ده يعني طبعا كانت فرحه كبيره جدا ببطوله غاليه في مكان بره ارضك فطبعا دي كانت حاجه. ما بيبقاش في وقت ابدا انكم يعني ان اللاعب في مباراه زي دي يحس ولا للحظه ان المباراه دي مش بتاعته او البطوله دي مش بتاعته يعني بيبقى لحد دي شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بالظبط. يعني انا عايزك تكلمني عن ده. الفدرالي متعب لما جاب الجون في خلاص انا ما فيش لا ممكن يعني انا بتفرج على النادي الاهلي لحد لما الحكم يصفر هقول المباراه خلصت. لا هو متعادل هفضل اقول لحد طول ما اللعب شغال هجيب جول لحد ما الحكم يصفر نهايه المباراه خلاص كده ارضى بالنتيجه. هو النادي الاهلي عودنا على كده دايما بيلعب لاخر ثانيه دايما عنده روح البطل دايما عنده زي ما قلت لحضرتك ان اي حد بيخش النادي الاهلي هو خلاص خد روح البطل ان انا ما بلعبش غير على منافسه بس. يعني دايما كنا لو تعادلنا المباراه مثلا ممكن نروح اكننا رايحين عزا تاني يوم في التمرين صح. الدنيا بتبقى صعبه جدا فطبعا بس طبعا النادي الاهلي
طيب انت طبعا نورتنا ونورت جمهور النادي الاهلي، الحقيقه بيحبك جدا يا كابتن، وعايزه منك ليهم بقى رساله او كلمه لجمهور النادي الاهلي. لا طبعا انا اتشرف ان انا في يوم لعبت في النادي الاهلي والجمهور ده شجعني، وانا بتمنى لهم ان شاء الله ان احنا نعمل ناخد الدوري تاني وبطوله افريقيا ان شاء الله، ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم للانديه زي جيل ابو تريكه والجمعه ومتعب وبركات، ان شاء الله نفرحهم باذن الله. بشكرك جدا يا كابتن. بشكرك وبشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة الحقيقة مباراة مهمة في الدوري المصري بين النادي الأهلي والمقاولين، وبنتمنى كل التوفيق لفريقنا، وإن احنا طبعا نحصل على الثلاث نقط المهمة جدا دي، وإن احنا نكون في ظهر فريقنا الفترة اللي جاية وإحنا داخلين على مرحلة مهمة جدا كأس العالم للأندية. بشكر حضراتكم على المتابعة. شكراً.